ناخذ بيت بعيد بيبي على البيت انا كيد الورقتين والاستافه دي جايه من لسه الياس الحماري وانت القحبة الياس الملكي وانت القحبة الياس الملكي عروبي وانت القحبة سمعتيني يا خالي تعرج الباص هدو تعرفوا الياس الملكي العروبي ساكن في الصحن ولكن غادي نشوف بيمك والملكية وولد القحبة الياس الياس الملكية وولد القحبة غادي نبقى نشوف فمك الإخوان درنا هاد الموسيقى هادي علاش لأن هادي تعجبتني هاد الموسيقى وغادي ندير لكم عاد ثاني لان الموضوع ديالنا هو هذاك بين نحيدوا العافيه من هنا هذا الياس المالكي قالوا لي الناس بزاف لان دابا علاش هو تيقول دائما ولد القحبه كل شيء عنده ولد القحبه اي واحد ولد القحبه لان مو قحبه وقالوا لي الناس كان راه قالوها ملي كان في البرنوسي كانوا يلعبوا في الكو ترامبولين فقال هذاك تنعرفو تنعرفو ساك واحد العروبيه معليش ولكن اليوم هانتوما عباد الله هانتوما شوفوا راه ولد القحبه من الفعيله ما بغاش ولكن انا لا ليه بالمرصاد انا نبقى مع مو حتى وكان نموت انا غادي ولكن هذا حمار ما يخليش في اليوتيوب يبدا يبرز عباد الله يسبهم انتما شوفوا انتما واحد السيد صيفط لي هنايا انتما شوفوا ما تقولش نكذب عليها شوف السلام عليكم الاخوان اليوم غادي نهضروا على هاد وجه ام كلثوم اللي ميته 2004 هذا اللي وجه الضفدع على ديال المناظر ديال موني طاكسيز كبار اللي ما كيحيدهمش كل لايف كيطلع بهم كيبينهم لكم تما هذا راه مقاري ما واعي ما عنده لا محتوى ما عنده حتى شي حاجه في الحياه هذا كان جيجي كينقد دجاج وكان كيبيع لكم دجاج ياك الميت كان كيبيعوا لصحاب كرارس كيبينوا لكم اقسم بالله العلي العظيم هذا كان كيمارس الجنس مقابل 20 درهم كيمشي للدار الدعاره ودابا جي حاليا
كيهضر على واحد الانسان اللي عنده باك في 5.90 متر خاليه من الدوم. هذا فيه جباه الجيراني كينقي ليه الدجاج والعباش، يدو حرشين قوه حرشيه قدر يهردك قوه تمشي معك الحمام بلا ما يدير كيس كيحرقك. هذا وجه الباغ باغا اللي كتشوفوه انت نتوما، وحق الرب العظيم اقسم بالله الا كان كيصبغ اللحيه ديالو بالشوبيه باش يبان انه زعما انه قاوري وكذا. هذا كان كيدير الطانكو، كنت كندي معايا مراكشو كنخرجو معايا بحال ولدي، كنت مهلي فيه ندير الحمام خرجو معايا نخلص عليه قهوه كنوريه كيفاش يهضر مع الناس. هذا كانت كتجي ميساج الانوي كيقول لي جوج دريه صيفطت لي ميساج، ودابا جي حاليا كيكلاشيني انا اللي قاري واعي. هاد الانسان اللي كتشوفوه انتم اقسم بالله العظيم الا مستغل العقول الضعيفه، ودوك العبيد اللي كيتفرجوا فيه كاملين اللي كيقولوا لي سيدنا سيدنا هو سيدكم رسول الله. هذا وحق الرب العلي الجليل، ها هو نكبر بهذه الصوره، هذا نضاضر واش باقي شويه كينضاضر في عراض. الا مستغل العقول الضعيفه، ودوك العبيد اللي كيتفرجوا فيه كاملين اللي كيقولوا لي سيدنا سيدنا هو سيدكم رسول الله. هذا وحق الرب العلي الجليل، ها هو نكبر بكم الصوره، هاد النظر واش باقي شويه كينظر في عراد شيخ الدراقه ديال البغل ولا ديال الحمار. واش دخلنا عليكم بالله؟ هذا انسان، هذا انسان طالع سطح ساكن سطح، واش كيدخل الفلوس وباقي ساكن سطح اصاحبي؟ كيدخلوا لي الماكله بحال الكاتراس، كيدخلوا لي الماكله سطح كيجيب لي دون كنور بيدون لاصوص. هذا وكيهضر على انسان واش هضر لي انا؟ شوف دابا تخيل معايا انا الاستاذ ديالك فيه في 7 سنوات ضوئيه، ملي كتجي كتخرج معايا كتجي كتقول لي كيفاش نقدر نهضر مع الدريه. انا اللي وريتك ما هو المعنى الحقيقي ديال الحياه، كتجي كتنقي الدجاج كتري الدجاج العباس، ربما تعطاتك فرصه ولكن ما غطولش في الحياه، فهمتيني؟ علاش؟ علاش؟ حقاش انت كتبقى حوته بحري وخابيه ما عمرك مشات غراف، والاستاذ كيبقى استاذ والتلميذ كيبقى تلميذ. سمعتيني؟ سمعني يا ولدي، سمعني غير نقول لك يا ولدي، سمعني نقول لك ولدي، انت راك باقي عمرك عشتي شي قصه غراميه في حياتك، مازال كتمارس الجنس مقابل 20 درهم في دار الدعاره، وعندي الادله وعندي البرهان وخير دليل. مشيتي ديكلاريتي بيا وضحيتي لي وقلتي لهم كيشكل عليا خطر، وين بقى احسن راه منين جاني كتقول مشكل عليا خطر تهديدي في مدينه جديده؟ ها دوا ولد الجيلالي، دوا ولد الريش والدجاج اللي كتحلم بالريش، عطيتي التصفيقه وقطع عليه. اشتيها انتم، ها اشتيها. انا ما شوف انا ما بحال ما نديهاش، ولكن تا عرفتو قلتي تعدى على عباد الله. ايوا اش دير معايا هذا؟ انا قلت دخل دير الماء، اما كنت نساها شحال هذه وراوني كان تيعرف فيها وقالوا لي الناس، ولكن ما ديت هذا. ولكن عاوتاني رجع قلت لي انا لك بالمرصاد، وغادي نبقى ندير الماء مازال الناس غادي يجيو تبع الفيديوهات. دابا هذا مسكين ديه هاد القحبة تيمشي هو خوه، قال له خوه، لا ما قال له هو ما عندوش خوه، هو شنو هو سيت ان بطا باصد، فهمتي؟ تيمشي حكرو على مول الحانوت. الحرام مريح دابا كون عندي كون غريب بدل الاسلوب. شتي هذاك؟ شتي هذاك؟ راه بدل القحبة، شتي هذه غادي نصرفقها، شتي هذا؟ اناي سير لمك، سير على عروبي، سير ها. وتنقول للمشاهدين ديالو الاخوان انتم، هذا تيكذب عليكم، عروبي اولا عروبي، ود القحبه قالوا لي تعيش تعيال الوداد. شوف هاد القحبه، شوف هذا. وقلت لهم نمشي لهود المدينه ويقول لهم. فلهذا الاخوان، اخوان المشاهدين ديالو ولا السيبورتر ديالو راه يضحك عليكم، هذا يضحك. الديسك ديالو قدام ما بقاش بدلو، ولا قهوه 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 ولا كلشي عنده ولا قهوه ولا قهوه، ما بغاش يبدل. ولا انا شي جديد نعطيه باش يعطيني يدير عليا فيلم تسمع من عندي، انت ما عارفش ما تعرفنيش. يا قول لهم ساكن في الكرافان، يا سيدي انا ساكن في الكرافان، انا تنطيب لمرتي، انا مرتي مطلقاني، انا هادشي يقولوا. ولكن الناس العقلاء راه ما اللي يديروا. شوف المعلومه اليوم، المعلومه واجده، نستعملوا هذا تدير سميه وتيخرج كلشي. هذا هو اللي خرج على البرلمان المغربي، هذا التليفون.
وتعير الدستور وتعير البرلمان وتعير سيدنا. شوف الله اش عرفوا عروبي اش هذا انا نقول البوليس يخليو ليا باش يطلع ما ديال مو بواحد كولو نطلع من القلاوية ونهار يجي الدار البيضاء غنمشي ليه ونصرفخو. شوف هذا عروبي هذا ما تيحسن ما تيعوم لا والو خانز خانز ومغوفل الناس يعودوا ليه مغوفل كله ترمتو كل شيء مديه مغوفل ما والو ما تيبدلش ما تيبدلش كيلو ديالو ما تيغسلش شي هذا راه ماشي مسلم هذا راه غيمشي عند الله يمشي لجهنم هذا شتو بيه هذا ند العفو كيفو تعرفني. فالاخوان ما نطولش عليكم باش ما مات لا قال لي واحد على الكوبي راه ما نشوف انا ما خسر والو شكون هذا الفرماسيان شتي الفرماسيان الفرماسيان جاي يجيب الدواء نشوف ما يجي عندي حل معايا ما نضمو دينا دواء حيت دابا الدواء كاين الناس سيرفيس يجيبوك للدار. فلهذا نقول لكم ما نطولش عليكم هاد العربي هذا الياس المالكي قال لي واحد نسيتي لا ما انا بالعين تنديرها باش الناس يكتبوا ويقول لك راك ما تعرفش تقرا ولك شي انا ما كذبش انا ما قاريش الاملاء باش نبقى نكتب انا كنت نقول نهار عقوب يجري عليا ودابا انا غادي نمشي دابا قهرني البرد قال لك ممكن البرد داكشي عشان انا الشاف تشوميرا صب لي واحد الصوبه تيقولوا ليها بليكيب بالي فرونسي كريم سان جيرمان داكشي علاش داك اشرف داك شرف داك الكويري اللي تلعب داك المغربي هذاك اللي ديما غي معمو هذاك داكشي علاش الاخر داك البرلماني داك سيمو مجلبه طيب ليه البيسار البيسار والصوبه ديال الفول تيقولوا لها كريم ايجيبسيان. شوفوا لو ريبيرتوار دو لا كوزين وتشوفوا هادو يعني با لي فرونسي ولا الحرام صعب الكوزينه ممكن نقضي عليهم الشين ولا الهنود انا ايوا فرنسا شحال واحد يتكلم فرنساوي الكحل ما تياكلوش ما تياكلوش لا كوزين نوفيل خصهم داك هذاك كل عوالي يطيبوهم ياكلوهم شكون ايوا اما الهند راه كاين شي مليار وزياده وعاد كاين دول سنغافور وهادو هادو تالو كاين والشينوا الشينوا تا هما مليار وزيادة دونك لا كوزين شينواز لا كوزين انديا هما شادة اما الفرنسي غير بالقمونة لا غوسترونومي بوكو ساش من البوكوس ولا ريمون بلون هنا عندنا واحد فلهذا ما نطولش عليكم كنت معاكم انايا من هنايا وصافي ما تنساوش الياس المالكي تلا غنتكلم باللغة ديالو بالاسلوب ديالو شتي يا ولد القحبة ندير مك تابعك زبور مك قلت لي قال لي مزبور مك والله يا مك انا تابعك دابا انت وحالتي في جديدة ما تقدرش تخرج من دارك باك تما غادي تبقى تما تتولي بحال الكابيج فهمتي ايوا بقى تسب المغاربة مساكن تيخافو دير مك انا نوض انا غادي نسبك انا قلت يا ولد القحبة يا ولد المارجة لا سير عمل بيا الشكاية عندك مشي كوميسيرية سير عندك اسمو داك هذاك الكوميسير صاحب اسمه صاحب وهيبة سير عندي عمل لك محضر سير عيني يا ولد القحبة سير حقر عليك المغرب ساكن ودير امك ما تقدرش لي حقر عليك انا بالبك انا بقى الحقر على دين امك راه ما تقول شتي هذا شتي الويسكي تما هذا ما تيصحاش هذا دايما سكران هذا شتي هذا غادي يمشي ديريكت لجهنم هذا ما غايشوفش لا كوب دي مون واش نشوف لا كوب دي مون لا كوب دي مون نبقى نتسنى لا كوب دي مون تلا اسمو 2028 لا مرة 2026 فهمتي كيفاش غادي ايوا هذا ما غايشوف لا كوب دي مون وانت بكرك ما تشوفوش فهمتي فهاد الاخوان ديالنا انتم هذا انا هذا اياس هذا المطلق حماده اسمعوا الحياه ديالو قالها واحد في الفيديو مازال غيجيو فيديوهات اخرين وغادي نوريهم لكم انا لان حنايا ما تنقولوا والو الناس يقولوا لنا وحنا نعاودوها ولكن في هاد الحاله ديال هاد الحمار راه هو اللي جبدني انا ما جبدتوش فهمتي راه هو اللي جبدني ولد القحبه هذه واحد الشهر زياده فهمتي واحد ما تجبدوش حد نجبدو حنا فهمتي نعم ولكن لقى راجل مو لقاه هو انايا واعوذ بالله من قال انا فهمتي
واجه هادشي اللي كاين اخوتي، وتنقول للمشجعين ديالو دخلوا القناه ديالي وشوفوا الفيديو الا بغيت تستافدوا، الا بغيت تستافدوا ماشي هذا انا غادي نشد براديله تاعي في القهوه باش تستافدوا، باش خرجتوا لاوروبا ان شاء الله تعرفوا كيف يدخل البار، تعرفوا كيفاش دوموندي ويسكي. انا ما كاينش غير ويسكي، الله ما يتشرب. شوفوا اخوتي انتم شوفوا ها شوفوا ها، راه عملت لكم راه كاين واحد الفيديو هادي واحد ثلاث ايام عملت لكم جوله في البار، ايوا شوفوا من تما باش عارفوا هذا عروب. تيكذب عليكم تيكذب عليكم تيكذب عليا انايا، والناس نطلب من هاد الناس ديالو هاد المحبين ديالو يدخلوا القناه، فهمتي، يدخلوا القناه ويشوفوا القناه ديالي ويشوفوا اش نقول، فهمتي. اه اللي هذا قال ضربت التليفون لولده، وانا ولدي والله ما انا تلقى صعوبه باش نتكلم معاه، هل هو يتكلم معاه، فهمتي. ولدي عنده نمر خاصه هذيك خاصها لمو، تعيط له ولا بغيت انا على شي حاجه باش يشري لي بار اخر، قلت له هذا البار غادي يشري لي بار اخر، قال لي غادي نصيفطك اسمو الميريكان، قال لي نصيفطك الحاج، قلت له لا ما عندي ما ندير بالحاج، ما في ما ناكل الروز، قال لي نصيفطك الميريكان نمشي نلعب في الزعلوله مع داك التحفه. وهذا اقول قولي وغادي نقول بحال هذه، يلا واحد جوج ثلاثه روح تقول، انا اقولها لي هذا حمار عنده عقليه مغربيه الزامل ولا قحبه واشتي هذا ديمو كلام هذه الهضره، تقول شي واحد تقول لي انت زامل هنايا يبقى يشوف فيك، تقول لي ولد القحبه يبقى يشوف فيك، لان هذه هنا جاري بها في الميريكان الكحل بعضيات السنه في البيت، فهمتي، هذه جاري بها هادو الفرنسي بار في سبيتال وما شغل عندي، هادو بدا عندو عقلية مغربية شحال غادي تقلق، أقول لي عجبك، تقول هادو راه زامل، وزامل زامل هنا ما كاينش، هنا زامل ما عنده قيمة، فهمتي، تحب هذا المغرب، هادو راه زامل، تيتكلم شو بعدا، ولكن أنا فتوه لأن كبر منو، بحال الهضرة هادي ديال البراش كيما قالوا لي الناس كتبوا لي، قال لي ما ديش عليه، أنا غير برهوش، تيتكلم بتبرهوشيت. لان هذوك اللي خربقوا لي نتي خربقوا لي خربقوا لي العقل ديال داك الشيء، هو ما عندوش باه ما تعرفوش، وانا تنتسنى في التحاليل ديال الدي ان اي باش نشوف ما بان نكون انا باه، الا صبحت انا باه غادي ما بقاش نقول لي ولد القحبه غادي نقول لي ولدي، اه ولكن انا تنتسنى في التحاليل، الناس قالوا لي تيشبه لك، ايوا قلت انا حسن اللحيه وحسن من الموساج وحسن ترمتك، اه باش نشوف واش ولدي ولا ماشي ولدي. فلهذا اقول قولي وغادي نروح نقول، يلا تحيه للاخوان ديال خوت فردومه اللي شفتوا لي الفيديو، اه يلا عاودوا كركم، يلا والاخ اللي اسمه بالي فرونسي هذاك خليل بلوغ ما شغل لي هذاك انت هو مساكن جي عندنا فين جي عندك انتم عاملين الاضراب، اه هذا هو هذا، مع السلامه.